بهجت الحمصي، مؤسس موقع سندباد بزنس. سندباد بزنس موقع معني بالريادة وبالقطاعات الإبداعية بالعالم العربي، وهدفه يوصل للشباب الأغلب ويحكي معهم باللغة تاعتهم، باللغة العربية، ويوصلهم شو أحدث الأخبار اللي عم بتصير بهذا القطاع وحتى بالعالم. عرب نت فرصة حلوة إنه يقابل الواحد اللاعبين الأساسيين بهذا القطاع، سواء شركات أو أشخاص، سواء مستثمرين أو رياديين. وكنا نتمناكم كلكم تكونوا معنا.